Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallillahumma ve sellim ve barik ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyiduna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Es-sadatul huzur, el-ikhvatul kiram. Uhayyikum bitahiyyatil islam. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Bidayeten eşkuru fadilete reisil celse. Kema avaddu en uqaddima faiqa şükri ve baliga imtinani. إلى مؤسسة إسطنبول للثقافة والعلوم لاستضافتها لنا على هذه المائدة القرآنية المباركة لنتشاطر ثمارها المباركات اليانعات ونستزيد من أنوار الشمس المعنوية وضيائها فبارك الله فيهم وزادهم همة وعزما لخدمة تلك الحقائق القرآنية وتلك الكنوز المكنونة في سطور رسائل النور كما نتوجه بالدعاء إلى المولى ذي الجلال والإكرام أن يبارك في هذا البلد وأهله وأن يمن عليهم بالأمن والرخاء ويبعد عنهم الشرور ويحفظهم من المصائب ومكائد الأعداء آمين يا رب العالمين إخوتي الأعزاء لو تأملنا هنية في عصرنا الحاضر لالتمسنا وقائع مريرة وحقائق مؤلمة ومشاهد مفزعة يسوده جهل مطبق وفقر مدقع وسياسات استبدادية كذابة مسخت الحق والحقيقة حتى انتفش الفساد وتنمر أهلها ونصبت للإلحاد بيارق ترفرف على الآفاق فأصبح العالم راقصا على نغمات الباطل وأهازيج الضلال في محافل الأوهام باسم الإنسانية والمدنية فلا يكاد يسمع إلا نقيق الضفادع وفحيح الأفاعي في المستنقعات الآسنة تلبيسا للحقائق وتدليسا وأمست البشرية سائحة في سراب المادية وتائهة في دهاليز الحرية المزيفة تسوقها الأعاصير الهوجاء نحو السفاهة والبلادة وأصبح الظلم معتمرا قلنسوة العدالة ولبست الخيانة رداء الحمية وتبادلت الأضداد صورها ومما زاد الطين بلة والمرض علة والأمر سوءا وتعقيدا أن المسلمين قد باتوا لا يشعرون بما يحدق بهم من مخاطر ولا يدركون ما يحيط بهم من شرور فالكل يغني على ليلاه حتى أضحوا فريسة للأجانب يمزقونهم شر ممزق فأمراض العصر هي نفسها أمراض الماضي ووصفتها الطبية اتباع القرآن الكريم كما خلص إلى هذا السر الإمام النورسي في رسائله النورانية مبينا الأسس الرصينة والقواعد الشرعية الدقيقة المستوحاة من عموميات الأدلة من الكتاب والسنة الشريفة مثل قاعدة خذ ما صفى دع ما كدر وخذوا من كل شيء أحسنه والأخذ بالأحوط فهذه القواعد الحكيمة الثلاث والتي تبدأ بلفظ خذ تعد من أبرز القواعد الجامعة لمختلف الأعمال الإيجابية وتطبيقها في الحياة كفيلة بجعل الإنسانية تسمو نحو الكمال والرفعة فتستعيد بهجتها وسعادتها ولأجل ذلك كان من الضرورة بمكان أن أستعرض تلكم القواعد الجليلة شرحا وتأصيلا وأبين مقاصدها العظيمة وما تنطوي عليها من تطبيقات في العمل الإيجابي البناء من خلال دراسة متأنية وقراءة واعية لرسائل النور وعليه فقد كان عنوان البحث هو قواعد الأخذ عند النورسي وتطبيقاتها في العمل الإيجابي دراسة تأصيلية مقاصدية ويهدف البحث الوقوف عند قواعد مهمة في العمل الإيجابي والسير في ظلال هذه القواعد للوصول إلى معالم العمل الإيجابي
وترسيخ دعامه من حيث الفرد والمجتمع، وإبراز أهمية هذه القواعد وتأثيرها على العمل الإيجابي في علوم مختلفة من أصول الفقه والفقه والسلوك، وتحويل النظرة التشاؤمية إلى التفاؤلية الإيجابية من خلال هذه القواعد. إن مضمون هذه القواعد الجليلة تعبر عن جمالية الأخلاق التي تهدف رسائل النور ترسيخها، من حيث كونها تراثاً مترشحاً من بحر القرآن الكريم ومن فيوضاته العلية، إذ أن هذه الدساتير العظيمة لا تدع مجالاً للشك أن الدرس الإيماني الذي يؤخذ من رسائل النور بأمارة التطبيق العملي لمؤلفه والترجمة الفعلية لطلابه الميامين المخلصين قد أضفت الحسن والبهاء على ربوع الديار التركية آنذاك، بعد أن سعى المفسدون إلى اجتثاث القيم والأخلاق والمعتقدات الإسلامية من قلوب أهلها الذين طالما كانوا حماة لهذا الدين الحنيف وحراس حوزته. ليت شعري أي ترياق في الكون، وأي مؤلف يمكنها أن يمنح الإنسانية مثل هذه الطمأنينة والسكينة مثلما تمنحها رسائل النور؟ وأي دستور يمكنه أن يعيد البهجة والسرور والرفاهية إلى البشرية مثلما تعيدها التساتير القرآنية المتجلية أنوارها على رسائل النور؟ حقا، فإن الحسن النابع من تلكم القواعد والتطبيق الحي لها من قبل طلاب النور يجلب الاهتمام للتفتيش عن المقاصد الجليلة والحكم الرشيدة التي تشعها أنوار هذه القواعد. فالبحث في رسائل النور وإمعان النظر في سطورها يكشف لنا مجموعة من المقاصد الحيوية والتطبيقات الجوهرية في العمل الإيجابي التي يمكن أن تستنبط من تلكم القواعد لتكون مدرسة إيمانية تعلم حقائق الإسلام وقيمه النبيلة. إن رسائل النور تستعرض في طياتها مسيرة الإنسان في آفاق الكون ليجد إجابات عن أسئلة يفرضها عليه عقله تدور حول حقيقته هو كإنسان مكرم مؤهل لمسك زمام المسؤولية الآنية الدنيوية لاستحصال خلود دائم أخروي ووصال أبدي في رحاب الرحمن وفي دار ضيافة صمدانية قدسية. فالظفر والفوز بهذا النعيم المقيم لا يمكن بمجرد التمني أو بالاستغراق في الآمال من دون تعب وكد، بل لا بد من تشمير ساعد الجد والعزيمة والأخذ بمقتضى الدساتير القرآنية وقواعدها وتطبيقها في الواقع ورسم المستقبل الآتي على وفقها وتصحيح أخطاء الماضي بالاستعانة بما تحويه من حكم رشيدة. إن نظرة الإنسان إلى الكون لا بد أن تكون من زاوية المصلحة الشرعية لا من زاوية المصلحة الأنانية، لأن نظرته إليه من الزاوية الأولى تعطي قيمة حقيقية للحياة الدنيوية باعتبارها أساساً لحياة أخروية دائمة، فيستوعب جمالها بما أودع الله تعالى فيها من العجائب والحكم، فيغدو ذلك الإنسان فياضاً بالخير وجواداً بالكرم على مخلوقات الله تعالى. أما إذا نظر إليها من الزاوية الثانية، زاوية المصلحة الأنانية، تكون الحياة بالنسبة له محصورة في متاع فان، ويرى الكون جميلا إذا ما وافق مصلحته وعبوسا قمطريرا إذا ما خالفها. فرسائل النور مدرسة ربانية لتربية الإنسان وتنميته من جديد، فكل عبارة منها بمثابة قاعدة كلية تستند على أصول قرآنية ونبوية تضم جزئيات كثيرة. ووصيتي للباحثين بعد الاعتذار منهم أن ينصب اهتمامهم على القواعد والدساتير الواردة في رسائل النور بالبحث والتأصيل والبيان والتحقيق،
ليكونوا شركاء في الأجر والثواب، أجر خدمة القرآن الكريم بخدمة رسائل النور. بقى أظن بقى من الوقت، أليس كذلك؟ 10 دقائق. ما شاء الله. متوفى. نعم. طبعا لو تحدثنا عن القاعدة الأولى وهي قاعدة خذ ما صفى دع ما كدر، هذه القاعدة حقيقة لها أصول من القرآن ومن السنة النبوية، وقد استشهد بها الكثير من العلماء والكثير من الشعراء. ليس لدينا المتسع من الوقت أن نستدل بأقوالهم وأشعارهم، ولكن هذه القاعدة هي قاعدة سلوكية، ولكن تتضمن قواعد شرعية. ومن أبرز التطبيقات لهذه القاعدة في العمل الإيجابي، أولاً التسليم لقضاء الله تعالى وقدره والتوكل عليه في كل حال، لأن الإنسان كثيراً ما يصاب بالأمراض ويتعرض إلى المصائب والفتن، وهذه القاعدة لو طبقها الإنسان يستطيع بذلك أن يشعر براحة البال وصفاء الفكر، لأنه متى حصلت القناعة بأن الملك لله سبحانه وتعالى وأن زمام الأمور كلها بيد الله تعالى، إذن اطمأن ذلك الإنسان بما قسمه الله تعالى وقدر. فإذا مرض يكون حاله كحال إبراهيم عليه السلام لما قال وإذا مرضت فهو يشفين. إذن الإنسان يشعر ببهجة إذا ما شعر بتلك الحالة عندما يعلم أن مقادير الأمور بيد الله. ولذلك يقول الأستاذ النورسي عندما يعني يواجه الإنسان بالمصائب والأمراض والفتن وقلة الرزق، يقول خذ ما صفى دع ما كدر، ليس عليك أن تشغل ببالك، فالمرض مقسوم والرزق مقسوم وحياتك مقسومة وكلها بيد الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وفي السماء رزقكم وما توعدون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم إن الله هو السميع العليم. إذن لا داعي أن ننشغل، ولا داعي أن نهتم، ولا داعي أن نضطرب من قلة الرزق وضيق المعيشة، فالرزق يأتي. وما أجمل ما قال الأستاذ عندما قال دع الصراخ يا مسكين وتوكل على الله في بلواك، إنما الشكوى بلاء، بل بلاء في بلاء، وأثام في أثام في بلاء، إذا وجدت من ابتلاك عاد البلاء عطاء في عطاء، وصفاء في صفاء، ووفاء في بلاء، دع الشكوى واغنم الشكر كالبلابلي، فالأزهار تبتسم من بهجة عاشقها البلبل. فبغير الله دنياك آلام وعذاب وفناء وزوال وهباء في بلاء، فتعالى توكل عليه في بلواك، ما لك تصرخ من بلية صغيرة وأنت مثقل ببلايا تسع الدنيا، تبسم بالتوكل في وجه البلاء ليبتسم البلاء، فكلما تبسمت صغرا وتضاءل حتى يزول. فعبارة النورسي هنا عبارة يعني ضمن هذه الفقرة هنالك عبارة جميلة جدا، هي إذا وجدت من ابتلاك، إذا عرفت جهة البلاء عاد البلاء عطاء في عطاء وصفاء في صفاء ووفاء في بلاء. إذن هذه الفقرة هي حقيقة عظيمة وتطبيق حي لروح هذه القاعدة، قاعدة خذ ما صفى ودع ما كدر. لماذا؟ لأن التسليم لله سبحانه وتعالى هو رضاء بما قسمه وقدر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أو كما ورد في الأثر إذا جاء القدر عمي البصر. إذن لماذا نهتم؟ ولله در الإمام الشافعي لما أنشد قائلا
دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء. وكذلك من التطبيقات العملية لهذه القاعدة هو الاستفادة من إيجابيات المدنية الحديثة ونبذ سلبياتها. المدنية الحديثة كنقول الأوروبا على سبيل المثال هي متطورة ورقي يعني في وراقية في حضارتها. لابد علينا أن نأخذ الأجمل منها ونترك الأسوأ، نأخذ إيجابياتها ونترك سلبياتها، عملا بقاعدة خذ ما صفى دع ما كدر. ولذلك يقول الأستاذ في كثير من الأمور، يقول الأستاذ إذا ما دخلت بستانا فلا أجني إلا الأجود من الثمرات، حتى إذا ما تعبت في قطفها أجد المتعة واللذة، ولو وقع نظري على الفاسد منها أصرفه عنها، أخذا بالقاعدة خذ ما صفى دع ما كدر. وكذلك من التطبيقات العملية لهذه القاعدة الشروع في الدعوة إلى الله تعالى وتسليم النتائج إليه سبحانه وتعالى. مهمة الإنسان في الكون أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الله لا يهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. علينا أن ندعو الناس إلى الله، علينا أن نصلحهم ونأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، ولكن لا يجوز أن نتسرع في النتائج، نترك النتائج إلى الله سبحانه وتعالى. عليك أن تدعو وعلى الله النتيجة، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وكذلك من تطبيقات هذه القاعدة إرساء دعائم انتهى؟ ما شاء الله ما شاء الله، والله حقيقة يعني أنا أقول لكم يعني لو يعني هذا العنوان أو هذه القواعد الثلاث، يعني أنا بحثت في جميع رسائل النور وجدت أن هذه القواعد الثلاث فقط تبدأ بلفظ خذ، ولذلك سميتها بقواعد الأخذ. وهذه القواعد الثلاث حقيقة تصلح لمشروع ماجستير، يعني لمن أراد من الإخوة الباحثين أن يكتب في هذه القواعد الثلاث تصلح، وهي كثيرة حقيقة لأن فروعها متشعبة. ثلاثة قواعد تبدأ بلفظ خذ، يعني أنا استقرأت الرسائل، خذ ما صفى دع ما كدر، خذ ما صفى دع ما كدر، خذوا من كل شيء أحسنه، والأخذ بالأحوط التي هي قاعدة فقهية. القاعدتان الأوليتان هي قواعد سلوكية وقد استشهد بها الكثير من العلماء، وقاعدة خذوا من كل شيء أحسنه هذا كلام للإمام علي رضي الله عنه، وقد استدل به وقد أيضا ويروى أنه كلام لابن مسعود وابن عباس، وقد استدل به الكثير من العلماء كالإمام الشافعي والغزالي في خطبهم وأشعارهم. نعم، يقول الإمام علي العلم أكثر من أن يحصى، فخذوا من كل شيء أحسنه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. صلى الله عليه وسلم.